السلام عليكم اخواني اخواتي، يرجى دعم هذا الفيديو بلايك حتى ينتشر ويصل الى اكثر عدد من الناس تعقيبا على الحادثة الاخيرة بخصوص معجزة تيك توك والمعجزة اللي تحدثت عليها بفيديو سابق. مثل ما توقعت وجدت فيديو للاخ نعم نبيل الموسوي يؤكد ان الموضوع هو مجرد طش لا اكثر ولا اقل، وانا راح اخليكم ان شاء الله مع كلام الاخ. لكن تصوروا اخواني اخواتي، تصوروا شخص يريد يجعل من الموتى ومن حرمة المقابر انتهاك لحرمة المقابر، يريد من خلاله تصعيد حسابه. الآن صار الموضوع حكومي ودخلت شرطة ودخلت ما أعرف شنو وأمر قضائي وأمر ما أعرف شنو. الموضوع أخواني أخواتي عقلا، إذا أنت شخص يعني عزيز على قلبك متوفى وتسمع صوته من داخل القبر، هل من المعقول أنه تنتظر أمر قضائي وامر ما اعرف شنو، تعال يا قاضي وتعال يا محافظ وتعال يا فلان وتعال يا علان، او انت فقط تهدم القبر وتسمع هذا الصوت من اين جاء؟ الموضوع عقلا من المستحيل، موضوع عقلا لا يتقبل، موضوع فقط وفقط للاسف الشديد هو هذا المصيبه الجديده اللي هي مصيبه وسائل التواصل الاجتماعي، مصيبه الترند ومن يصل الى اكثر عدد من التفاعلات. وقد أنا أقول إنه مو بعيدة إنه هذا مجرد تحدي على التيك توك في الجولة الأخيرة، تكبيس أو الحكم إنه أنت تروح للمقبرة وتسمع صوته، لأن لا يوجد لا خبر عن أبناء هذا الشخص السوري. بعد إذا هو سوري أين أبنائه؟ وشلون جو سوريا؟ هل هو في سوريا؟ أبنائه في سوريا؟ تساؤلات جدا كثيرة للأسف الشديد، إنه مثل العراق العظيم ينشغل بهكذا تفاهات. نستمع إلى تعليق الأخ نبيل الموسوي اللي أكد أن الموضوع هو مجرد طشة لا أكثر ولا أقل، وفي أمان الله. يمكن كلكم من البارحة اليوم ما نايمين وتسألون نفسكم، معقولة هذا الرجال يطلع عايش بعد 40 يوم من دفنه؟ أول شيء هذا الرجال مو عراقي، هذا لاجئ سوري وعمره مو 60 سنة، عمره قالوا 50 سنة أو أقل من 50 سنة. القصة شلون يا جماعة؟ القصة بدت البارحة، يقول لك الصبحية رايحين يزورونه أهله، فسامعين صوت يقولهم طلعوني أني ما ميت كل شي ما بيه. أهله حبوا يتأكدون، قالوا له الشاهد خل نعرف أنه أنت عايش. فعلا الرجال مكبر ومتشاهد، خبروا السلطات ما قبلوا أن يفتحون القبر إلا بأمر قضائي ويجي شيخ. تفاجأت اليوم أو البارحة انتشرت مقاطع بشكل غير طبيعي على موقع التواصل الاجتماعي وهم يصرخون طلع عايش. يا جماعة هاي بثين لشباب اثنين رادوا يصعدون الحساب مالتهم أكسب لور بتيك توك، فصاحه وطلع عايش، فالناس قامت تركض وعلى صوت هذا الولد وقالوا طلع عايش. اول شيء يا جماعه حسب ما وصلني من احد الاشخاص القريبين هناك انه لحد هاي اللحظه ماكو امر قضائي بفتح القبر.